لكن ما صفة قتل هؤلاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يقول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: من أنه لا يبقي منهم بقية كما لم تبقى بقية من عاد، فهل ترى لهم من باقية؟ قال: ويحتمل أنه يكون من باب الإضافة إلى الفاعل، لأن صفة عاد الشدة والقوة، فيكون قتاله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بشدة وعنف وقوة كقوة عاد. قال بدليل الطريق الآخر وهو في الصحيحين: قال: لأقتلنهم قتل ثمود.